قصص نور قصص. سقط يونس عليه السلام على شاطئ البحر، على شاطئ وهو سقيم، يقولون كان جلده على عظمه، ضعف جسده، رق جلده، صار سقيما كالفرخة تخرج من بيضتها. هكذا كان وصف يونس عليه السلام وهو على شاطئ البحر والشمس على رأسه. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. سقط على شاطئ البحر بين الحياة والموت، المرض والضعف والوهن قد أصابه، لا ندري كم ظل في بطن الحوت، لكنه نبي من أنبياء الله عز وجل، نجاه الرب عز وجل لأنه كان من العابدين، لأنه كان من الذاكرين. لولا أنه كان من المسبحين ما خرج من بطن الحوت، لأنه كان ذاكرا لله واستغاث بالله. فنجيناه من الغم، من الظلمات الثلاث، وكذلك ننجي المؤمنين. سقط على شاطئ البحر والشمس على رأسه، ربما تقتله الشمس، وربما يهلكه المرض، وربما الجوع يقتله. ماذا سيفعل الآن؟ كيف سينجو يونس عليه السلام؟ ما إن سقط على الشاطئ إلا وأنبت الله على رأسه شجرة كاملة. أي شجرة هذه؟ إنها شجرة اليقطين التي تسمى عندنا اليوم القرع أو الدباء، أنبتها الله عز وجل مباشرة على رأسه. لما؟ لأن أوراقها كبيرة يستظل بظلها، ولأن فيها ثمرة يأكل منها تقوي جسده. أخذ يأكل من الثمر، وتأتي إليه غزالة كل يوم يشرب من لبنها، يشرب من اللبن ويأكل من الدباء من اليقطين، ويستظل بظل الشجرة، والله عز وجل يحفظه. وأنبتنا عليه شجرة، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. نبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. لما نجاه الرب عز وجل؟ فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. نجاه الرب عز وجل من الغم، من الظلمات، من الهم. لما؟ لأنه كان من المسبحين، كان من المؤمنين، كان من العابدين. ظل يونس عليه السلام يأكل ويشرب ويقوى جسده شيئا فشيئا، حتى اشتد ساعده. لما كل هذا الذي حصل ليونس؟ لما جعله الرب عز وجل يلقى من السفينة ثم يبلعه الحوت ثم يظل فيه أياما في الظلمات الثلاث؟ لما؟ ثم لما ينجيه الرب عز وجل مرة أخرى؟ لما؟ ثم لما يقوي الله عز وجل جسده مرة أخرى؟ تعرفون لما؟ أراد الرب عز وجل أن يعلم يونس أمرا. يا يونس، ارجع مرة أخرى. إلى أين أرجع؟ ارجع يا يونس إلى قومك. إلى من؟ إلى قومك. ارجع لهم مرة أخرى. لما أرجع لهم؟ أتعلمون لما؟ أخذ يونس بعد أن اشتد ساعده وقوي جسده يمشي مرة أخرى إلى بلده، إلى نينوى التي تركها على الكفر، لم يؤمن فيها أحد من الناس، أمهلهم فيها كما تذكرون 3 أيام. الآن ربما نزل بهم العذاب، لما أرجع لهم والعذاب قد نزل؟ لما أرجع لهم ولم يستجيبوا لي؟ فلما رجع يونس عليه السلام إلى قومه، تعرفون ما الذي وجد؟ وجد القرية كلها 100,000 إنسان، كلهم آمنوا بالله جل وعلا. يا الله، كل القرية؟ نعم، كل القرية آمنت بالله عز وجل. أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وهؤلاء الناس 100,000 لم يتخلف عنهم أحد. هل حصلت لنبي؟ لم تحصل، لم تحصل إلا لموسى، ليونس عليه السلام. لما؟ لأنه كان صادقا مع ربه عز وجل، لكن أخطأ بخطأ، لكنه استعجل على قومه. والإنسان بشر، حتى الأنبياء نعم، آدم عليه السلام أكل من الشجرة، ويونس استعجل على قومه، فهو كغيره من الأنبياء. آدم عليه السلام أكل من الشجرة، أخطأ يونس
باستعجاله على قومه، فلما رجع فإذا بالقرية كلها قد آمنت بالله عز وجل، 100,000 أو يزيدون. الله عز وجل أراد أن يعلم الأنبياء ويعلم الناس من بعدهم ألا يستعجل الإنسان على قومه. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. يونس عليه السلام إذ نادى في الحوت وهو مكظوم، نادى ربه، لكن الله عز وجل نجاه واجتباه وجعله من الصالحين. لا يقولن أحد من الناس أنني خير من يونس بن متى، أنا صبرت. لا، الله عز وجل من حكمته أراد ليونس عليه السلام أن يحصل له ما حصل، ربما ليعلمه وليعلم قومه من بعده ويعلمنا إلى هذا اليوم. طويت صفحة نبي من الأنبياء وهو يونس عليه السلام. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن حقبة كبيرة من حقب الأنبياء، حقبة نبي اسمه موسى عليه السلام. سوف تظل معنا لحلقات للحوادث التي حصلت بينه وبين قومه، والمملكة الفرعونية الظالمة الطاغية، كيف حال الناس في تلك البلاد وفي ذلك الزمان، وكيف أرسل الله عز وجل إليهم هذا النبي، وماذا حصل بين موسى وفرعون وبني إسرائيل. هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفراعنة في مصر تستعبد بني إسرائيل، كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، كل الغلمان الذكور سوف أقتلهم، من نستعبد؟ من نستخدم؟ ادفعيه في هذا الماء. لم يقبل أن يرضع من أي امرأة كانت. يتربى في قصر ملئ بالكفر والجحود والنكران. ناداه يا موسى أدركني، ضربه بقبضة يده ضربة واحدة. يستصرخ موسى، ينادي موسى، رجل مقتول في هذا المكان، فيك شيء، إنك لغوي. موسى الذي قتل الرجل؟ نعم، موسى هو الذي قتل رجلا بالأمس والآن يريد أن يقتلني. قصص، نور قصص، حكمة وصبر، أسامي لنا خير وعطر، نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عين.